بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه كمان كاميرا صباح الخير يا مصر، الحقيقة بتجري لقاءاتها وحواراتها وفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. كمان زميلتنا ليندا عبد اللطيف أجرت حوار امبارح مع إحدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، وهي رحاب العيشي، اللي اتكلمت عن تجربتها ومشاركتها في المنتدى وأيضا الأفكار الشبابية اللي تم طرحها. زلنا موجودين في منتدى شباب العالم، ومعايا دلوقتي رحاب العيشي احدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهلا بيك يا رحاب. اهلا وسهلا، شكرا. عايزين نتكلم عن انطباعك كده وشعورك وانت بتتكلمي قدام السيد الرئيس النهارده خلال الحفل الافتتاحي. ساعة انا ياسر فرحانة بالفرصة اللي جاتني اليوم، اللي انا نطلع فوق المسرح ونحكي على التجربة الشخصية متاعي على الإديشن اللي فاتت من World Youth Forum، وإني زادة نحكي على تجربتي الشخصية، على خدمتي وعلى شنو نعمل في حياتي، وياسر ياسر فرحانة بالفرصة هذه. وإيه أكتر الجلسات اللي أنت متشوقة أنك أنت تحضريها؟ معناتها السنة الإديشن بتاع World Youth Forum تحكي على ياسر مواضيع اللي هي بوست بانداميك، يعني ما بعد الكوفيد بانداميك، وكيفاش معناتها نحاولوا احنا الكل كجنريشنز تو ادابت تو ذا نيو نورمال، احنا نتأقلم مع الحياة الجديدة. ودونك معناتها ما بين الحاجات اللي نحب نحضرهم السنة اللي هي الطرق للتأقلم مع الحياة الجديدة، وخاصة the digital transformation، يعني الترانسفورميشن يعني التحول الرقمي اللي هو معناتها ما بين الامباكتس اوف تاثيرات الكوفيد بانديميك. وفما زيدا وركشوبس على التغيرات المناخيه وكيفاش نجموا نقصوا من التغيرات المناخيه ذي، ومعناتها كيفاش دور كل شخص فينا انه هو يساعد في حمايه المحيط وفي حمايه البيئه. لو تحبي توجهي رساله لشباب العالم تقول لهم ايه وانت اصلا من تونس؟ انا من تونس، بلد الحريه. ونحب نوجه رساله للناس الكل اللي هم الاصرار والعزيمه، واللي عنده حلمه يكبش فيها بيديه وساقيه، واللي راكم تنجموا توصلوا، معناتها على خاطر فما برشا عبيد هوني اليوم في الورلد يوث فورم وصلت ونجمت تعمل تغيرات كبيره في عام وعامين. دونك اللي عنده حلمه واللي عنده فكره راهو ينجم يوصل لها، جوست شويه اصرار وعزيمه. شكرا ليك يا رحاب. شكرا. شكرا.